بس اكيد انه الاصحاب بيبقى بينهم اكتر من الشغل مواقف اللي بيها تقدر تديله لقب ده صاحبي، اصل ده لقب مش مظبوط، ما بيجيش في يومين ثلاثه، ولا مظبوط، في عمل عملناه مع بعض مثلا او دور. مظبوط. ايه المواقف اللي جمعت بينكم اللي خليتك النهارده قدام الناس تقول ده هو الرزق وهو النعمه وصاحبي؟ يعني محمد مثلا لو انا في شغل او حاجه وبيلاقيني مثلا في حاجه ممكن قرار هعمله او حاجه هعملها غلط او بيقف لي جدا، بيقف لي، بيقف قدامي لما باجي اعمل شغل او اعمل حاجه، بكلمه اساله على مثلا ايه رايك، ممكن نقعد نقرا مع بعض، ممكن مثلا لو عندي مشهد عملته يكلمني تحفيز مش طبيعي ويقعد يقول لي اللي انت عامله انت عامل حاجه شجعك. تحفه. الله الله، لو روحه عامل حاجه جميل وحشه ما بيتكسفش، ودي يقول احلى لك. حاجه فيه، بيكلمني يقول لي ايه الزفت اللي انت عامله ده، ما بيتكسفش، ما عندوش فلتر، يقول لي ليه كده، ليه تحس عملت ان هو كده، مرايتك كان في ورايه احلى، بيبقى كان في صريح. اقوى. فدي حاجه من الحاجات اللي بحبها وكمواقف فيه. انسانيه بينكم مواقف انسانيه كتير كتير، زي ما اعرفش عنده حاجه غريبه كده بيحس بيا بشكل مش طبيعي، يعني ممكن يكلمني يقول لي هو انت كويس، انت فيك حاجه، انت تمام، عدي عليا، تعالى لي دلوقتي حالا، تعالى على البيت، تعالى اشوفك، الصديق الحقيقي يحس ينزل من لي، اول الو ان صوتك مش مظبوط. ممكن ينزل لي مخصوص، يفضل يعني انا يعني ممكن لو انا متضايق قوي مثلا مش عايز اقابل حد خالص فممكن اتجنبه ان انا ما اعملش، ينزل يجي لي مخصوص عادي. محمد فيه الحته دي، عشان كده هو يعني محبوب الوسط عندنا، من اكتر الناس المحبوبه عندنا.